في عالم البرية، حيث البقاء للأقوى يبرز الثعلب كأحد أكثر المخلوقات مكراً وذكاءً. بفروه الناري وعيناه اللامعتان، يتجول الثعلب بخفة ورشاقة في موطنه الطبيعي، مستخدماً حواسه الحادة للصيد والبقاء. لا تدع جماله يخدعك، فهذا المفترس الصغير قادر على التكيف مع أقصى الظروف والتغلب على التحديات بدهاء لا يضاهى. الثعلب يتميز بأذنيه المدببتين وفرائه الكثيف، هو أحد أكثر الأنواع انتشاراً وشهرة. يعيش هذا الحيوان في مختلف البيئات، من الغابات الكثيفة إلى الأراضي الزراعية وحتى المناطق الحضرية. الثعالب تنتمي إلى جنس فولبس، والثعلب الأحمر فولبس فولبس هو الأكثر انتشاراً وتعرفاً. يمتلك الثعلب، تتمتع الثعالب بحواس شم وسمع ورؤية حادة، وهي أساسية للصيد وتجنب المفترسين. يختلف لون فرائها حسب النوع والبيئة، ويتراوح من الألوان الحمراء والبرتقالية للثعلب الأحمر إلى الفراء الأبيض للثعلب القطبي الذي يوفر تمويهاً في البيئات الثلجية. الثعالب في الغالب ليلية أو شفقية، مما يعني أنها تكون أكثر نشاطاً خلال الليل وساعات الشفق. هي حيوانات تتغذى على الثدييات الصغيرة والطيور والحشرات والفواكه وحتى الجيف. اجتماعياً، تعرف الثعالب بطبيعتها الانفرادية، رغم أنها قد تشكل مجموعات عائلية صغيرة خلال موسم التكاثر. تتواصل من خلال نظام معقد من الأصوات ولغة الجسد والعلامات العطرية. تستخدم الثعالب دهاءها وخداعها للصيد، وغالباً ما تستخدم استراتيجيات مثل الوثب والمباغة لاصطياد الفريسة. يتحرك الثعلب بخفة وهدوء، مستخدماً حواسه الحادة من شم وسمع وبصر لتحديد مكان فريسته. بفضل هذه الحواس المتطورة، يستطيع الثعلب اصطياد مجموعة متنوعة من الفرائس، بدءاً من القوارض الصغيرة وصولاً إلى الطيور والحشرات. الثعالب هي كائنات انفرادية في معظم أوقات السنة، لكنها تتجمع في مجموعات عائلية صغيرة خلال موسم التكاثر. يقوم الثعلب بتربية صغاره في جحور تحت الأرض، حيث يوفر لهم الحماية والطعام. تتزاوج مع شريك واحد فقط في موسم التكاثر. في الخريف تتشكل أزواج من الذكور والإناث، ويتم التكاثر في فصل الشتاء بدءاً من يناير حتى أواخر فبراير، ويستمر حتى مارس. فترة الحمل حوالي 53 يوماً، يقوم الذكور البالغون بغالبية الصيد قبل حدوث الولادات، بينما تبحث الإناث عن عرين وتجهزه. يبدأ الفطام عندما يبلغ عمر المجموعات حوالي 2 إلى 3 أسابيع، ويبدأون في تناول الطعام الصلب في عمر 3 أسابيع تقريباً، ويتم توفيره بشكل أساسي من قبل الأب. يعلم الوالدان صغارهما كيفية الصيد عندما يبلغون من العمر 4 أشهر تقريباً، وكلا الوالدين حتى ذلك الحين يبحثون عن الطعام بشكل منفصل. تمارس المجموعات مهارات الصيد عن طريق المطاردة والانقضاض. تتمتع الثعالب بقدرة مذهلة على التكيف مع البيئات المختلفة. في المدن تجد الثعالب فرصاً جديدة للبقاء على قيد الحياة، مستغلة مصادر الطعام المتاحة والبنية التحتية للحماية. الثعلب ليس مجرد حيوان في البرية، بل هو أيضاً جزء لا يتجزأ من الفولكلور والثقافة في مختلف أنحاء العالم. في الحكايات والأساطير يصور الثعلب كرمز للذكاء والمكر، شخصية قادرة على التغلب على التحديات باستخدام دهائه. تستطيع بعض الثعالب تغيير ألوان معاطفها وملمسها مع تغير الفصول أو التقدم في العمر، وعادة ما تعيش الثعالب في مجموعات صغيرة، إلا إن بعضها قد يعيش بشكل فردي مثل ثعالب القطب الشمالي، وتتراوح أعمار الثعالب في البرية ما بين 1 إلى 3 سنوات. وتعد الثعالب حيوانات مزعجة للبشر بسبب مهاجمتها للدواجن وغيرها من أنواع الماشية، بينما تعد هجماتها على البشر غير شائعة بسبب تكيف العديد من أنواعها مع البيئة البشرية. تحتوي عيون الثعلب على حدقات ذات شق عمودي
لذلك فهو يتمكن من إغلاق العين بإحكام أكبر من العيون ذات الحدقة المستديرة، مما يساعده في تنظيم كمية الضوء التي تدخل العين بدقة، إذ يمكن أن يرى بوضوح حتى بوجود إضاءة ساطعة، كما تمكنه من تحديد الحركة الأفقية للفريسة بدقة، الأمر الذي يمكن الثعلب من الصيد بكفاءة. بالإضافة إلى كل ما سبق، تتميز الثعالب بأنها ثنائية الرؤية، مما يسهل مطاردة فرائسها. تستخدم الثعالب حاسة السمع في العديد من الجوانب، من أهمها الصيد والإحساس بوجود خطر محتمل، كما أنها تتواصل فيما بينها عبر المسافات القصيرة والطويلة من خلال الصوت، إذ تتمكن الثعالب من تحريك صيوان لكل أذن بمقدار 150 درجة بشكل مستقل عن الآخر، فيدور الصيوان الأيمن باتجاه عقارب الساعة وصيوان الأذن الأيسر عكس اتجاه عقارب الساعة، الأمر الذي يساعد على التقاط الأصوات من الجانبين ومن الخلف، كما أن المسافة التي تفصل بين الأذنين كبيرة، مما يعني أن الصوت سيتم التقاطه من الأذن القريبة من مصدر الصوت قبل الأذن الأخرى. لا يوجد الكثير من المعلومات عن إمكانيات حاسة الشم لدى الثعالب، إلا أن الملاحظات الميدانية تدل على أن الثعالب تتمتع بحاسة شم حادة، تمكنها من اكتشاف وجود جيفة مدفونة عميقاً تحت سطح الأرض أو مغطاة بالثلوج العميقة. تتصف الثعالب بشكل عام بقدرة عالية على التكيف مع البيئة التي تعيش فيها ومع طبيعة الغذاء الذي تتناوله، فهي تمتلك أسناناً حادة مدببة تمكنها من أكل اللحوم، كما يمكنها الاختباء والتخفي بفضل امتزاج ألوان فرائها مع ألوان البيئة المحيطة به. تتواصل الثعالب فيما بينها بعدة طرق، ومنها لغة الجسد. تتواصل الثعالب عن طريق اتخاذ وضعية جسم معينة واستخدام العديد من تعبيرات الوجه المختلفة. على سبيل المثال، تحيي الثعالب بعضها عن طريق هز الذيل، وقد تظهر وضعية جسم عدوانية تجاه الثعالب الغريبة التي تتطفل على منطقتها الإقليمية. وغالباً ما تبدأ المعارك بين الثعالب في موسم التكاثر وفي موسم الانتقال، حيث تنتقل الثعالب إلى أماكن جديدة لتستقر فيها. الأصوات. الثعالب حيوانات صامتة في غالب الوقت، ومع ذلك فهي تتواصل فيما بينها ومع غيرها من الحيوانات باستخدام مجموعة من الأصوات المختلفة، مثل النباح والدمدمة والأنين والعواء. يمتد عمر الثعالب التي تعيش في البرية ليصل إلى 8 سنوات، إلا أن الثعالب التي تعيش على أطراف المناطق الحضرية تكون أكثر عرضة للموت دهساً من السيارات، لذلك لا يتجاوز متوسط عمرها ما بين 18 إلى 24 شهراً، وتعد حوادث الدهس السبب الرئيسي لموت الثعالب. وبعد موت الثعلب يمكن أن ينتقل ثعلب آخر ويحتل منطقته الخاصة. الأخطار التي يواجهها الثعلب. تتعرض الثعالب للعديد من المخاطر، فهي عرضة للافتراس من العديد من الحيوانات المفترسة التي تختلف باختلاف المكان الذي تعيش فيه، ومن هذه المفترسات الذئاب والدببة والغرير والنسور والبوم، كما أن الثعالب تكون عرضة للصيد من قبل البشر للحد من هجماتها على الماشية. ختاماً، الثعلب حيوان استثنائي يجمع بين البراعة البيولوجية والغنى الثقافي. قدرته على الازدهار في بيئات متنوعة مقترنة بطبيعته الغامضة والمكارة جعلته رمزاً للقدرة على التكيف والذكاء. بينما نستمر في التعايش مع الثعالب في المناطق الريفية والحضرية، من الضروري تقدير واحترام مكانتها في العالم الطبيعي والنسيج الثقافي للتاريخ البشري.